السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. صباحكم اليوم صباح مميز، مصبحين على أخبار نون وتخفيضاتها، التخفيضات المميزة، التخفيضات اللي تسر الحرمة والريال والكبير والصغير والساير والياي. تخفيضات ما بعدها تخفيضات، السنة تخفيضات نون بمناسبة الأعياد والكريسماس سنة كاملة من أولها إن شاء الله لين تلحقون على آخرها وانتم بخير وسهالة. سنة تخفيضات وعلوم طيبة وأشياء زينة وأسعار مناسبة من أول السنة لين آخرها، كل سنة شيء تخفيضات، لكن 2019 تخفيضات مميزة للغاية. هدايا مع الطلبات تخفيضاتهم توصل لين 80%. في حال ما عندك كاش، ما عندك بيزات، تقدر تسدد بالأقساط المريح بعد. وفي نون عندهم خدمة التوصيل مميزة للغاية، تصل إنه يوصلون لك المنتج اللي أنت بتطلبه من نون في نفس اليوم وساعات يومين، وإن طولت أبعد مدى 3 أيام. وخدمة استبدال المنتج أو استرجاعه واردة وموجودة في أي وقت، في حال ما ياز، في حال تغير الراي، في حال في تحت أي ظرف من الظروف، هذا كله متاح فقط عند نون. الحين اللي ما نزل التطبيق ينش وينزله، وبندخل بمتجر نون وبنتصفح صفحاتهم بنشوف شو عندهم شو جديدهم. على ما تشوفون كل شيء موجود داخلك انت يا تطبيق نون، من سوع وموبايلات وعطورات أجدور وعيان عربانات مواد تجميل، الوعيان هاللي تشوفونهن بمختلف الأحجام والأشكال، من تدخلها طالع اللي تباه وتسير ها وانت ساير، جواتي، أشياء رياضية، نظارات، عربانات فيها الخيام، كل شيء يخطر في بالك بتلقطه موجود. مثلا حتى السكوترات عندهم ترى كل شيء يخطر في بالك موجود، وأسعارهم مميزة وراحة في وراحة في السداد، حتى اللي ما عنده فلوس يروم ياخذ بالأقساط، والتوصيل السريع في نفس اليوم أو نهار ثاني ونطول نهار ثالث، أي شيء مهما كان حجمه ومهما بعد موقع منزلك عن المكان. ومن تفتح تطبيق نون بتلقط أحلى الهدايا، من تدق انت احلى الهدايا بتلقط قدامك العطورات، بتلقط اي شيء يخطر في بالك في خاطرك تهدي حد شيء ولا بعارف محتار شو تبى تهدي الشخص هذا، او الام او الاخت او الريل او الحرمة او اليار او الصاحب او الصديق، ولا من تفتح عندك كل شيء متاح قدامك وباسعار، حتى العبي عندهم، حتى العبي، حتى كل شيء، نظارات بأشكالهن، الاسترتشات، الكابات، لبس الرياضة، شنط العيال، الحيسات، المينات، الشغاب، حتى الكراسي اللي يحطونها حق الأطفال كله موجود، ما عليك إلا تختار الهدية. ترى الإنسان يفرح يوم بيجيها مال إنسان عندهم ياهل في بيته ولا شياته تأخذ لهم هدية، هبع فكرة أتيك أفكار. كل ما دخلت المتجر مالهم، دخلت قسم الهدايا تخطر على بال. زين ما خبرتكم شيء عندهم موجود مش موجود بعد عند غيرهم، بازار. من تدق البازار بيك شيء 15 درهم 70 درهم 30 درهم، شوف هذه ها جدر الضغط هذا مال الاكل ب 35 درهم 10 دراهم، كله ب 10 15 20 30 درهم 15، تليفونات شيء بكم 300 درهم، شيء عندك موبايلات على دقة رزج دقها 299، في أشياء غريبة عجيبة أسعارهم. هاي توجد يسمونها لقطة، لقطة، فهاي من اللقطات الموجودة عند منو؟ عندكم أنتو يا نون، ما يوجد عند أي حد تاني. الحين الرمس كلها وقفت، بالرغم من نون أمورهم وايدة وأشياءهم وايد، لو برمس 13 يوم التالي ما رمت حصالكم اللي موجود عندهم. نزلوا التطبيق بسرع ما يكون، أسعارهم مميزة وكل شيء عندهم. لا تقولون ما قلت لكم، وميري كريسمس وهابي نيو يير مقدما. Do not say I didn't told you. يلا برايكم.
باجي كذا باجي كذا. اذا وابراهيم دب ابو زيد ابراهيم عامل ايه؟ خلي ولا ابراهيم ابراهيم عامل ايه؟ باجي باجي ولا كذا اسم الغنية ملاقو؟ ملادو ملادو فرنسية من أروع وأجمل هي. وأحلى الأغاني الفرنسية. إذا شو يقولون حينه؟ ها؟ شو يقولون؟ تقول ومضى حبي غامض حتى الآن. هي لأن هي القصة هي وخلاف زين وراح اسمع عندك قال يكمل هي ومضى لما هي متشبثة هي في حبيبها هي متشبثة هي في حبيبها زين حبيبها هي خامها شوف انت هي فعاد قرب اللاته زين هي مسوية كمل خبيلة زين فسوت لها وخلاف عادة شبهته ها؟ هي متشبثة فيه يعني شوف ملادو هي. يعني انا مريضة بالكامل جسدي جسدي ايه مريضة مرة مريضة 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 ايه زين جسديا زين ايه عشان كذي وخلاص تقول لي انا قطير مذبوح هي والله والله بعد ايه والله في ذمك ان شاء الله لا عند ذمتي وخلي اللعاب فرنسي يشوف هاللون وتقول لي انك انت حرمت من كل الاغاني هي الرومانسية والحلوة يعني خلاص جمعها الجميع وشكرا ابو محمد وهاي جايز الله لك انت مصيبة هذا كله تحت راسك انت مصيبة كبيرة انت الداهية اللي ما انا ما يخصني لا لا يخصني انا ما الوادي داهي بسمع فرنسي شراتك لازم ابو محمد تعرف فرنسي ليش لازم شو السبب بروستيجك حبيبي يتطلب انك انت تعرف فرنسي ناس فيين هي اها شي شعري ما شي مشكلة تتعرف نوبي انت تعرف سواحلي حش بسم الله عليك من باسي للاسف بروستيجي وثقافتي ما تسمح لنا اعرف هاللون يا رك الله يا ابو خليل هذا الواقع صحيح بسم الله عليك الرحمن اكيد 100% يا رك الله يا ابو خليل بسم الله عليك حبك ربك ابراهيم افتح بلعك شوي شو بلع عليكم اللي احنا نزور لين عينه شو تم ليش ابراهيم شو ليش منو مصمصم على هذا كله؟ ما شاء الله عليك وعيني عليك باردة شاهد الله انك انت لك كمان تحط في ذبح حط يك على عيونك لا حط على عيونك لا تكذب عيني لكن انت والله العظيم قلت انا اكلت انا اكلت لا 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 انا بهذا البحر هالكثير وفي اربع حبات الحين كلامك تغير الله اكبر الله سميرة تكبر انا اكلت حبتين والله وايد ثالثة ما كذي والله العظيم اقول لكم ترى طلع الورد هذا اللي فوق هذا ما يخترب دب الحياة سنتين ثلاث عليه جرنتي وهذا يستخدم او انه أو أني استخدم كعلبة يحفظون فيه مجوهرات ولا شيء خفيف ولا أي شيء يعني يحفظونه فيه أسبتي لازم ينحط على التسريح ولا شياته ويقدمون كهدايا وما أدري شو وما أدري شو أمور وايد هي والله مخمل أيوة. وينحط فيه مثلا حلاوة في أعراس في علم في خبر شيء جميل والله طلع ما كنت أدريبه ويقولون دكانهم عارفين وين الدكان إن شاء الله بظهره في العنوان كلهم اللهل افتح بالله عليك كلهم الصغاري والكبار والصغار وربعي وصدقاني كلهم قالوا خالد ماتي البلاد اللي جايب لنا منه انظهر ابوي سعرهم وافج ترى جبت منه وانظهر غالي ابوي سامحوني والعذر والسموحه سكت هي والله عن ابوي الحين هم يتحرون بهانس هارخيص انظهر غالي انظهر غالي العذر والسموحه من جنابكم وانظهر رخيص فالكم طيب يلي وصيتوا المشكله لا بواحد ولا بعشره لك 600 آدمي وصاحب وصديق ولو صاحبي واحد لو حبي واحد كان رضيته هاي مشكلة مشكلة عودة يعني ويقول لك هالورد ولا يخترب صدقي هو طبيعي لكن يقول لك يخترب إذا تم حد يزخها باليدين وقرنتي 3 سنين ما أدري شو مليون شغلة منو خبرني عن المراسلين المتابعين المتابعين قالوا لي هذا شي وهذا هنمون وهذا هنمون وطرشوا لي الموقع ماله وإن شاء الله أنا باكر بسير وباخذ منها ان شاء الله اذا ان سعرهم وافد اذا غالي انا بروح ابى 5 حبات اذا سعره زين اذا سعره زين لك اذا غالي والله ما اخذته ما في حاسيه يلا
اليوم عاده هي اليوم الفندق ابويا محتشرين حشرته وحده. نزلنا ابوي من الفندق وطلبنا تاكسي، هب طلبنا تاكسي لقط نايم على التكاسي خارج، اخذنا واحد منهم، والله حيانا واحد بعم الكبار ولا طول عرض عرض هب من هاي الابوليات، وركبنا انا والحبيب الاخ العزيز ابراهيم بن توفيق الظاهري، وبنسير عند شباب جماعه نسولف عندهم نرمس شويونه وبرد نظهر خلاص. وين بنسير وين بني العلم عند بعد ابراهيم بشيركم اليوم ما بصويحي. شو تانس ابو خليل؟ والله شوي تعبان محمد. والله؟ اي خفيف. الف لا باس عليك، بسم الله عليك الرحمن الرحيم، بسم الله عليك. وين عرفتني انت الحين في نص هالزحمه؟ وين شفتني؟ شفتك هني. كيف؟ كيف كيف؟ انا اريد اعرف، حد شافني وقال لك هناك الخالدي ولا انت شفتني؟ قول الصدق. ابوي قال لي. ارب الله تبوك مقواه. هذا ابوك؟ هذا صورناه، بقول ابوك ما يبى التصوير، صورناه مال القصر، بعد يتغشى ابوك. اوكي حبيبي. شو اسمك انت ما خبرتني؟ عبيد. من وين ابويا؟ من وين؟ ابو ظبي، من دبي، من شارجة. الله ابو ظبي. ابو ظبي عندنا انتاج هنمون غاوي فنان؟ اوكي حبيبي. يلا مع السلامة، سلم على ابوك. الله يحفظكم. سايرين للجماعة اللي قلت لكم متواعدين وياهم شباب، واحد من هال الكويت، واحد سعودي، واحد من الإمارات، ومواعديننا وقلنا لهم بنيكم، غير سبحان الله ما الله كتب. خطفت جدال الحديقة شفت طويل وعالم ساير وياي وحركة، قلت نحن أبوي نحن ما فينا أنا زرب عمارنا خلاف، بنتلاقى ويا الجماعة عقب المغرب ولا بنشوف الوقت اللي لوالم بنتلاقى فيها، ولا حين يا ابوك ما فينا يضيع علينا الوقت، باجي نص ساعه بتغطي الشمس، قلنا نتلاحق عمارنا وبنسجل الحديقه بنسيرها بعيده بركلنا عن سيره شرق وعن غرب. تعرف الاول شيء اغنيه يصغروا يغنونها على عبد الله، تعرف هالشيء؟ عبد الله طاح في القله، عبد الله زي عبود. انت من وين؟ دبي. وانت؟ زي ما خبرتيني عن اسمك. عايشه. عاش ما شاء الله عليك العاش. العاش في اي صف مايا؟ سابع. وانت؟ خامس. ليش احس انك رابع؟ صح المعلومه؟ رابع ولا خامس؟ خامس. زين صبر خبرني، هل قدام منو؟ هاي خالك عمك يدك شو؟ زين وهاي؟ امي. هاي امك؟ هاي اصغر عنك انت. يلا حبيبي يلا مع السلامه. اليوم لندن غادي مدينة أشباح، ما فيها ولا دكان طلق ولا حفيز ولا سوبر ماركت ولا شيات، يمكن أظني هالي بيعون بس مواد غذائية ومحلات صغيرة يعني الأكشاك صغيرة، محلات بعد الكبار ماشي، والعالم تشوف اليوم الحديقة فيها خلق، فيها مخاليج مبواد شارات كل يوم، يعني الناس توها بادية تتحرك وتصير وتي، لأن عن ثار سهر البارحة كل سهران في بيت البارحة، ما سهرتهم البارحة من قوانينهم في هالبلادين يكون الكريسماس يلسون في بيوتهم تكون يلسة عائلية، هم نحن وقت نخاف ما خصنا فيهم، لكن بعد نقدر ونحترم ظروفهم ونعزهم ونحترمهم بين صداقة وياهم نحن بلدانهم ونستوى الدنيا، فلذلك الاحترام واجب والسلام والتحية، ويعني مثل ما نحن نعاملهم زين ترى يعاملون بعدهم بالطيح عليهم. لبسات برنيطة، ها وهي لك بعد لبسات برنيطة. ابراهيم ما يبالك برنيطة شارت هاي صغيرونة؟ لا لا يبالي صورة اني اصور عمري محمد. كيف يعني؟ الحديقة هاي حديقة حلوة، شيارهم كله صلوب، لا شيء خضار ولا شيء مكلا ولا هم. امر امر امر. ما شاء الله. تقريبا الحديقة فل أوادم ما بشوية، لأن ما شيء مكان وين تصير الناس العرب ما لهم مكان اليوم وين يصيرون، فلذلك الناس كلها بوي في الحديقة، الناس كلها في الحديقة
انزين شعلي وانا بعد وصل وكل كلابسات نفس الموديل جواتيكن اكيد كان عليه سيل ولا لا ترى هذا الموديل. ابراهيم شفتنا ناس طيبين وخيرين وحبوبين. ما شي شرات الطيب يا ابراهيم. اكيد ما شي شرات الطيب يا ابو خليل. يظهر الغول من السراب الكلمة. زاد يا الله يا ابو محمد اما انت ربعك كل واحد يقول الزود عندي الحمد لله من الطيبة الحمد لله ما شفنا حد الا كلهم طيبين الناس كلها خير وبركة ابراهيم. لكن حب العرب شوي يكون مميز. شراتك كلهم مميزين الا شفتهم عندك انت كلهم مميزين ما شاء الله. هاي نعمة من الله. نحن جماعتنا كل مكبة. هيا ابو محمد مرحبا والله مرحبا. انت وتسعب فاضة. نعم شو تقول بالله عليك ابو ابراهيم ما شاء الله اليوم اسود باسود بوووو إيه؟ محلو محلو ما عرفت ابوك انا محلو هم يغنون هالبد بعد شو الحال ابو محمد الله يسعدك هالريال اللي ربيعك منه ما عرفنا مرحبا الساعة ابو محمد يعرفك على عمله راشد بن سعيد برحمه والله وانه ما شاء الله ما شاء الله ما حتى ام ابوي بني شامس في العيد كلنا ترى جايين مجموعة الحين طول عمرك الله يحفظكم الله يسلمك يا شباب امس والله موجودين زين زين يا ابو كنت لا تمشي عند على هذا وايد ما شاء الله وايد ها مرتفع اكثر عن اللازم ترى خالت يا اي بلا عين ما اخذت طول وذاك اللي وذاك اليوم صور انت خالي ترى ذاك وين منهم والله اللي بالكوف اي والله انه هذاك خالنا كنا ترى خال نعم هذاك الزين كله يا ابو خذ زين بني شامس كله الله يحفظكم يلا كدعت الله ما لا اقول لكم سمعت تقولون عرس عندكم ها عرس مستوي نعم عندنا عرس منو معرس هناك بني شامس مستوي اي نعم ايه صح احمد صح. بن احمد ايوه زين زين الله يبارك ان شاء الله زين الله يبارك لهم ان شاء الله ويهنيهم ترياك شرف ان شاء الله وين ترياني انا اذا انت ابوي ابراهيم كيف عرفته ها كيف عرفته ما شاء الله عليك كيف ما القمر قمر ما قواك ما اقول عنك شيء ايش علي لا وين حش عليك قولوا لي حتان في هالدنيا كل هالعرب على الهايد بارك لأن خلاص ما شيء أبوي شيء طلق الناس كلها أبوي بالهايد بارك ما شيء مكان طلق يسيرون له ما شيء منفد ما شيء مكان يسيرون في ما شيء متنفه ما شيء مكان يرمون يونه ولا يسيرون لأن كلها العرب في الحديقة كل هالناس أبوي في الحديقة واحد أول بعد شو اسمك أنت عبدالعزيز الله الله وأنت فيشل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم فيشل المريخ مريخ انت الله 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 تتدري ان اول مره اعرف ان شيء مريخات والبحرين ما انا ما كنت ادري حد يخصكم عندنا بابي والله ما شاء الله الله يحفظكم يلا مع السلامه حبيبي الحمد لله شخبارك طيب شو يعني هذا الحين كله هذا العناق الحال يا ريال بزوت ما شايفين الريال من قبل الاتحاد يعني هاي يقول صايروني هو يقول صغيروني منو صغيروني هو اروح لا يا ريال صابغ يمكن شيء ولا حاب ايش اخبارك شخبار زين والله مرحبا وسهلا زين زين ما عرفتك انت من اسمي عبد الرحمن من المغرب والله والنعم فيك والنعم فيك وهالريال اللي وياك منو ابراهيم مصر اقدع ناس اقدع ناس وهذا كريم من المغرب والله اقدع ناس والله مرحبا بكم وسهلا نحن نحبكم انتم كلكم انتم الناس المحبوبين عندنا ونحبكم ونحب انتمائكم لبلادكم ودوب تذكرون بلادكم وين ما تسيرون هذا شيء مشرف الله يحفظكم ويبارك فيك واليوم انا فرحت اكثر يوم شفت مصري ومغربي وهالريال سوداني هو من العين ومن ابو ظبي يعني من الامارات زايد لك زايد بن منو؟ زايد بن محمد بن شعلوك والله والنعم والنعم وهذا الرجال منو هالفنان؟ منصور هي منصور محمد كريم والله والنعم وهذا منو؟ شو اسمه؟ محمد كريم الدرعي يلا 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 الله يحفظكم ان شاء الله مبسوطين ابوي؟ والله الحبايب وايدين في الهايد بارك تجمع الاولي والتالي احمد بن سليمان كيف حالك؟ الحمد لله طال عمرك كيف انت؟ الله يطول عمرك ابو سليمان نعم طايفي هي؟ الله طال عمرك عائله 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 بن سليمان ال مالك ايوه بن سليمان وال مالك هي نفس العائله طال عمرك آه. اي نعم انت وين طايح؟ وين طايح؟ اي وين مقصود سرك؟ مقصود سري طال عمرك بروس ليبال أي وين؟ ادري وين؟ ايوه هاي اهلي ترياها انا الله يحفظك الله يحفظك يا مرحبا عاد انا اعشق خصر واعشق مدحه واليادي
كلها بخ... بخ... يا الله يا الله يا... ان شاء الله نبغى نقوم زياره المناطق هاي كلها اتريا بس من ارض البلاد يمكن في اخر شهر نتشرف طال عمرك هي ضروري تسوي لي ترتيب ان احد يسوي لي تور نعم الخشب ما انزل انا اروح هذا قدام العرب شدوا عليها من حضر ضروري يلا الله نتشرف يا جزاك الله يحفظك خير بيعك ليش ما بغى يصبر وياني انضرب والله هادي هو شيء ما نتاحف ما نتاح لا وقال يمكن حد هلي بيصير عمره اكيد اكيد الله يحفظك موز يا ميال الغصون تدري انت موز رقم كم اليوم شاي انت الموز يمكن اظني رقم 6 ست بنيات شايفين كلهن اساميهم موزه ثلاث صورن ثلاث قال انا ابوي ما نبغى نصور وانت رقم 7 الموز انت في اي صف؟ سادس يا اخي مع السلامه اظلم الوقت خلاص وقف ابوي جوك يا لندن الحين 13 ساعه كم؟ كم ساعه ابراهيم؟ صبروا على 14 ساعه كم؟ اي الساعة ويش خمس الساعة أربعة وثلث أربعة وثلث الساعة وظلمت الدنيا ظلمت الدنيا خلاص وقف اليوم من الساعة 4 الحين لين باشر الساعة 8 يعني 16 ساعة حسبوا عاد لا يكون الحساب غلط 16 ساعة كلها ظلمي خلاص على الحين الحديقة يطيح رتة لين بالباشر زيز انت من هل الرياض من هل الدمام من هل جدة الرياض وين ساكنين في الرياض بالغدير انا منو عندكم في البيت تتابعني جدتي اي بعد يا الله يحفظكم ما خبرت شو اسمك عبد العزيز لا الكامل عبد العزيز بن صالح بن عبد العزيز بن صالح بن سعد العوين والله والنعم سلم حبيبي سلم على يدك كثير السلام زين جوجو حبيبي شو هالعالم كلها اللي هناك وهذا اول ارويكم العالم زين هذا اول شيء وثاني شيء هذا شيراتون بارك تاور الحين بعطيكم السالفه وشو هالعالم اللي هناك كلها ابوي يتريون تفضى طاوله حق يلقطون مكان ياكلون فيه لندن ابوي كلها مسكره ماشي ولا مطعم طلق والناس هلاكه مليون اللي كل ما ادري شو هاي يوم يقولون نموت زين فلذلك الناس ابوي ميت مليون ماشي مطاعم لا تم اي مطعم كل شيء مسكر فيها لندن ماشي اللي يبي يصرد ياخذ لابوي قطعه بريده ولا سليس ويحط عليها جام ولا جبن ولايمها وبس غير ماشي لين باكر الدنيا كلها مسكره وحين العالم كلها ابوي ياسين ابوي يتريون رحمه من الله مليون الله يسلمكم حالك صحتكم الله يعطيكم الصحه والعافيه ابراهيم ليش ليش شهقت يوم ابوي يحت الريال هذا ما في شيء لا لا شابه منو يشابه حد ابوي مدير عندك في الشغل لا لا ما شابه يا رجل كيف حالكم شباب كيف انتم انتم من هالعين زين زين ابوي هاي ربيع انا ما طاي خبرني انتم منو خبر لا ما يا ذا والله والنعم والنعم والله والنعم والله من اليوم النعم فيكم قربوا عندنا قريب الله يسلم زين الحين اليوع شو اخباره وياك انت الحين انا والله لا لا برد دنيا واليوع الحين شيء يوع ولا؟ لا لا شيء هذاك هذاك الريال ما طاع يصور؟ ما طاع يصور ليش؟ اشياء جالس متواجدين يستوي نعم زين وانت؟ يستوي اكيد يستوي شيء ما يستوي في الدنيا؟ لا كل شيء يستوي الله يحفظك من العين؟ نعم الله والنعم وين اسكم؟ ايرانك قبل من هنقوم والله والنعم مرحبا السلام رد السلام حبيبي شو انتم الورد شو انتم البرد؟ هم اربعه خير شر ليش؟ قولي ما خشبه قادي حمر هنيها
الله اكبر. سير تعبان عندك انت عندي انا مضي ما شاء الله بس تكون كم مره ما في لا فلاش ولا شيء بس انا قصيت الحين اشكرك ما قصرت الله يبارك فيك ان شاء الله ماريا كلمه طلع بره البيت ازاي الزراعه بقول لك ريحه طلع بره البيت ريحه ايه ريحه السماد سامدين سامدين وازاي البغبغاء؟ كويس الحمد لله هنغيس من نزول الليل والنهار وحسين ما مخلي لك التنام ها؟ مستحيل الساعة 6 الصبح الله صراحة الله يعطيكم الصحة والعافية يا محسن الله يخليك ازيك يا محسن عامل ايه يا محسن؟ تمام والله الحمد لله يا خالد الحمد لله بخير والله كل حاجة كويسة؟ تمام والله الحمد لله يا مرحب يا مرحب ايه؟ ايه؟ صباح نون ايوه اليوم شايف انا على الاسناب ايه برد عند محسن براد شويه براد يلا ايش حبيبي يلا السلام عليكم السلام شو اخباركم شامبي كويس والله راجل بيقول لك طول النهار والليل قاعد في الزراعه وانت ما بقاعد تسوي ولا شيء انا بتابع بس بتابع الريحه توصلني يلا في مال الله يلا سلام ماشي اليوم مرحبا بالاخ فيصل الله يا فيصل من هالرياض ولا هالوين من الرياضيين والله والنعم تعرف هالريال اللي عندنا ابو خليل يا سلام غني عن التعريف والله ابو خليل سوى في مس حليله شلون في مس استوى مره ما شاء الله عليك الله يحفظك الله يعافيك كم يوم جايين والله جايين لنا اسبوع الجمعة ماشي إن شاء الله الله يسر أمورك وياك مبسوطين الحمد لله يا رب زين الله يخليك ها هذا أنا وأنت العام أي نعم بسم الله وأنا بال بلاني فات حايف تمي علي جميل بسم الله إيه والله يلا حينا شيء جديد ونفس المكان تلاقينا نفس المكان نعم نفس المكان نفس الموقع إيه نعم سبحان الله لكن تغلطت لحيك من هذا اليوم غير ستايل زين 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 شعليك الرجال اللي وياكم خالد محمد الوري والله والنعم نعم حالك وري من هالبين انت من هالدبي ما شاء الله عليك وهالبيعكم ما يبي صار ما يصير هذا اسمه مايد بن سيف صقر المري والله بنه وهالريال عيد بن احمد الوري ما شاء الله عليك تعرفون هالريال فنان شوفه وياك سناب كل مكان هذا ابراهيم بن توفيج الظاهري والله هنا وعليكم السلام الله يسلمك ان شاء الله السنه الجايه بتشوفونه وياي بعد ان شاء الله ان شاء الله كل سنه خالد ام احمد تسلم عليك سلام انت احمد بن خادم وانت وانت احمد هارموني ما شاء الله عليك انت اخوانه ما في شبه ابدا بينكم الله يحفظكم يلا ما له شباب السلام حبيبي السلام ابراهيم تعرفهم لا والله يقولون يعرفونك ايه ما قالوا احنا والنعم فيهم الشباب مدحوب انا لا مدحوب داشك اصور ما والله ما ابي اصور اصور الرجال جواتي حق شو صور جواتي جواتي موديلات يا سلام لا يا ربي عاد ما بحلو اللون هذا البني ما شاء الله عليك انا الله يحفظك اللي منكم ما بتقول اسمها بنسوي لها مشكله اول واحد شو اول وحده زينب وانتي مهره وانا شو اسمي كذابه ما تعرفين اسمي صح انت شو اسمي انت خالد كيف عرفتي شفتي يوم كانت كنت غششة صح اقول لك مهاري هاي منو هاي اول وحده من جوتي الابيض هذا بلا وهذه ماما وهذه ميمي الا وهاك العربان منو ماله مالنا انت حرمه كم كبرت عربانه اخ عليك بس عسير لو ترمسيني خلاص ما اريدك انا ما اريدك حبيبي حبتك العافيه انت بعد الله 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 حبتك العافيه مايه
يلا مع السلامة. كويتي؟ روبلال. مسمينهم الكويتي ليش؟ كويتات يعني. والله والنعم. السلام عليهم. وهذا من هذا كويتي؟ لا والله. أرباب من هالشارجة. إيه قوم سمونه. لا لا. الله يحفظكم. وبلاية ريك باردة ثلج. كل الأجواء باردة. كلنا الأجواء باردة يا أخي ما يدمن من ثلج شرعته. أول مرة تو طالع من فندق. الله يحفظك. يلا عاد انا ما داني البرد. تحيدون نزلنا عدال جروفنر هاوس وكملنا مشي دخلنا الهايد بارك وين الفانثير وكملنا سيد سيد وظهرنا لجدال بارك تاور وسيرنا وين ما وين الغداء وما ادري وين وحطنا الدنيا كلها ومشينا لين فريد قوم هارتز ونمشي 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 والحين تعدينا اللنتر كونتيننتال وحينا هذا لندن هيلتون بطريقنا جدا اكسفورد ومن هناك بنصير بوي فندقنا. و ابراهيم شو تشوف عمرك من بعد هالمشي كله؟ شو تشوف عمرك من عقب هالمشي كله؟ الحمد لله رقم واحد؟ الجو الجو يساعد المشي ما شيء زود تعب. وايدين يقولوا لي بلاك كاد ابراهيم تخليه يمشي هالمشي كله. يعني انت ما بيعز لك لو يايز؟ لا لا الحمد لله يا زين ماشي زين 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 زين. بعد السبوح مسك ابراهيم القرش يفوح رفع الشاشه اللي فوق والمسك يمسك.